جهاز بلاي بوك من بلاكبيري أصغر وأرق من منافسه الآيباد، ويأمل مصنعوه أن يحظى بذات الشعبية العالية. إطلاق الجهاز مقرر في الربيع المقبل، ولم يكشف النقاب عن هذا الكمبيوتر اللوحي إلا هنا في أسبوع الموضة للرجال في ميلانو. والشركة الكندية المصنعة ريسيرش إن موشن تأمل أن يصبح البلاي بوك آخر الموضة. مقاربتنا كانت إبقاءه بسيطا جدا، وهو كذلك أنيق ورقيق بشكل لا يصدق، وكنا نتمنى أن يكون أقل من 10 مليمترات، وهو ما حققه المهندسون، وقد كان عملا ضخما. معالج المعلومات سريع للغاية، والتحكم بالبلاي بوك يتم من خلال اللمس. أنا أحبه، يبدو أنه يشبه الآيباد كثيرا، من الصعب رؤية الفارق، لكني أعتقد أني أفضل مقاسات الآيباد. ولكن فيما يشكل الآيباد 90% من سوق الكمبيوتر اللوحي، على شركة بلاك بيري أن تحدث انطباعا أقوى إن أرادت المنافسة. كما أن هناك تساؤلا حول إن كانت ماركة تتلازم مع عالم الأعمال تستطيع شق طريقها في عالم أجهزة الوسائط المتعددة. هناك نوع من التساؤل لمن هو البلاي بوك، بالتأكيد لمستخدمي بلاك بيري، لكن بلاك بيري وآر آي إم حققوا نجاحا باهرا من خلال هاتفهم، لكن توجد علامة استفهام حول إن كانوا سيحققون الشيء نفسه من خلال هذا الكمبيوتر اللوحي. النجاح قد يتحقق إن أطلق البلاي بوك بسعر تنافسي، لكن شركة أبل تستعد لإطلاق نسخة مطورة عن الآيباد بعد إطلاق البلاي بوك بقليل، لذا من الصعب رؤية آر آي إم على عرش سوق أجهزة الكمبيوتر اللوحي خلال هذا العام.